الجدول الثاني من جداول المسج بوكس هو جدول خاص بالسلكشن باتن بي بي كونستانت، اي القيم الثابته الخاصه بازرار الاختيار في داله صندوق الرسائل المسج بوكس، ويحتوي على ما ياتي. لدينا قيم 0 1 2 3 4 5، هذه القيم لها معنى. عند كتابة القيمة 0 في بدلا من symbol في صيغة message box، فسيعرض لنا الزر OK. أما نكتب 0 أو نكتب VBOK only، أحد هذه القيمتين، أما 0 أو VBOK only، النتيجة سيعرض لنا زر الاختيار أوكي. إذا كتبنا بدلا من السيمبل واحد أو نكتب VBOK cancel، فسيعرض لنا الأزرار أوكي وcancel. إذا كتبنا القيمة 2 أو وضعنا بدل منها VB abort retry وignore، فسيعرض لنا ثلاثة أزرار، اللي هو زر التوقف اللي هو abort، زر إعادة المحاولة اللي هو retry، أو زر إهمال النتيجة الحالية والاستمرار اللي هو ignore. عند وضع القيمة 3 أو وضع القيمة الثابتة اللي هي VB yes no cancel، فسيعرض لنا في نافذة صندوق الرسائل ثلاثة أزرار اللي هي yes و no و cancel. القيمة 4، عند وضع القيمة 4 أو وضع القيمة الثابتة اللي هي VB yes نو no. سيعرض لنا الأزرار يس أو يس و نو في نافذة صندوق الرسائل. عند وضع القيمة 5 أو وضع VB retry cancel بدل من symbol في نافذة صندوق الرسائل، سيعرض لنا الأزرار retry اللي هي إعادة محاولة أو و cancel اللي هي إلغاء الأمر أو العملية. هذا كان بالنسبة لجدول 2 table 2. table 3 اللي هو button focusing VB constant، أي القيم الثابتة الخاصة بتركيز المؤشر، أي وضع المؤشر على أحد الأزرار. فإذا أردنا وضع المؤشر على الزر الأول من جهة اليسار في النافذة، الزر الأول، فنضع القيمة 0 أو بدل منها نضع القيمة الثابتة اللي هي VB default button 1. عند استخدام أو وضع القيمة 256 في symbol، في مكان symbol 256، سيكون تركيز المؤشر أو سنرى المؤشر على الزر رقم 2 بالتسلسل ابتداء من جهة اليسار. عند وضع القيمة 512 أو القيمة الثابتة اللي هي VB default button 3، فسنرى المؤشر موجود على الزر رقم 3. عند وضع القيمة 768 أو القيمة الثابتة اللي هي VB default button 4، سيكون تركيز المؤشر على الزر الرابع اللي هو button 4. هاي إذا كان لدينا فرضا أربعة أزرار، مثلا إذا كان لدينا اثنين أزرار، فالأول إذا أردنا نختار نخلي القيمة 0، الثاني إذا أردنا نختار نخلي 256. إذا لدينا اثنين من الأزرار وكتبنا 512 أو 768، يكون تركيز المؤشر ابتداء من الأول من جهة اليسار. بالنسبة لهذه الجداول الثلاثة، يمكن وضع قيم منها من جدول واحد أو جدولين أو ثلاثة
بدلا من السمبل. يعني ليس شرط أن نكتب من جدول واحد، يمكن من جدول الأول أو والثاني، أو يمكن من جدول الأول والثالث، أو يمكن من جدول الثاني والثالث، وكما سنرى في الأمثلة القادمة. لدينا أمثلة الآن حول جملة message box. صيغة المثال الأول: What are the output of the following codes؟ يعني ماذا، ما هي مخرجات التعليمات الآتية؟ التعليمات أنا وضعتها داخل زر الأمر اللي هو command 1 والحدث click. هناك خمس أمثلة، يمكنكم وضع هذه الخمسة أمثلة في خمسة command أو تجربتها على command واحد في كل مرة. المثال الأول: إذا كان لدينا message box اللي هي message box do you want to exit، ثم 1+32+256 وبعدها sample، لأن علامتي الاقتباس، ماذا سيعرض على الشاشة عند تنفيذ هذا الأمر؟ مثل ما تلاحظون الجملة message box اللي هي جملة عرض الرسائل، الرسالة التي ستعرض في منتصف هذه النافذة اللي هي do you want to exit، وهناك ثلاثة قيم: الواحد يعني عرض الأزرار OK و cancel، 32 يعني عرض الأيقونة علامة الاستفهام question، 256 يعني تركيز المؤشر على الزر الثاني اللي هو cancel، باعتبار الزر الأول هو OK، إذن 256 تعني تركيز المؤشر على الزر الثاني اللي هي cancel، مثل ما تلاحظون تركيز المؤشر واضح على الأمر cancel. المثال الثاني: إذا كان لدينا الجملة message box there is an error، ثم ثلاثة قيم اللي هي 2+16+512 ثم sample. طبعا مثل ما تلاحظون sample هنا متكرر: sample 1 sample 2 sample 3 sample 4، كل هذه عبارة عن عنوان للشريط تظهر في أعلى النافذة، مثل ما تلاحظون في النوافذ في أعلى النافذة الأمثلة الأربعة الأولى، في أعلى الأمثلة مكتوبة كلمة sample 1 sample 2 sample 3 sample 4، وهي عنوان للشريط هذه النافذة. المثال الثاني قلنا فيه رسالة اللي هي there's an error، ستظهر في منتصف النافذة، ثم ثلاثة قيم: 2 تعني عرض ثلاثة أزرار اللي هي abort retry و ignore، 16 تعني عرض الإيقونة اللي هي الستوب أو الأكس، 512 تعني تركيز المؤشر على ثالث الأزرار اللي هو إجنر، باعتبار 0 يعني تركيز المؤشر على الزر الأول، 256 تركيز المؤشر على الزر الثاني، 512 تركيز المؤشر على الزر الثالث، هنا على الزر إجنر. المثال الثالث: message box save change ثم زائد CHR أو الدالة كاركتر اللي هي 13 كاركتر 13، ثم رسالة أخرى تكمل الرسالة الأولى اللي هي to this program، يعني الرسالة هنا مقسمة فيما بينهم كاركتر 13، كاركتر 13 يعني بما معناه أنه جزء الرسالة الذي بعدها سيتم نزوله إلى السطر التالي، يعني يظهر في السطر الأول save change. أما ما بعد كاركتر 13 اللي هو to this program سيعرض في السطر الثاني وكما واضح في النافذة. هناك أيضا ثلاث قيم اللي هي 3+48+768، 3 ستعرض الأزرار اللي هي yes و no و cancel، 48 ستعرض الإيقونة اللي هي علامة التعجب باللون الأصفر، و 768 سيتم تركيز المؤشر على رابع الأزرار، وبما أنه هنا ثلاث أزرار فقط اللي هي yes و no cancel وليس هناك زر رابع، فسيتم إعادة المؤشر إلى الزر الأول، وهنا تلاحظون تركيز المؤشر على الزر yes. sample 3 هو عنوان للنافذة. المثال الرابع: message box printing complete،
بعثها 64 بعثها سامبل فور. الرسالة التي ستعرض في منتصف الصفحة هي printing complete، ثم ال 64 تعني عرض الأيقونة اللي هي الزرقاء وداخلها حرف الآي يعني information، و sample 4 اللي هو عنوان لهذه الناقة. تلاحظون هنا في هذا المثال الرابع فقط القيمة 64. إذن بالنسبة للأزرار اللي هي من 0 إلى 5 ما موجودة هنا، إذن سيأخذ اختياريا الزر 0، ستظهر فقط أوكي إذا ما موجودة القيمة. أما الأزرار اللي هي الأربعة الخاصة بتركيز المؤشر فأيضا ما موجودة في هذا المكان اللي هي 0 256 512 768، إذن سيأخذ القيمة الافتراضية اللي هي 0 وسيعرض على الزر الوحيد اللي هو الأوكي. هذا بالنسبة للأمثلة الأربعة الأولى. بعث المثال الخامس صيغة أخرى، وهي إذا عكسنا السؤال، إذا عكسنا السؤال يعني نعطي ما معروض على الشاشة ونطلب الكود الذي سيعرض هذه الشاشة. الشاشة هي معروض بها في منتصف الصفحة رسالة اللي هي Do you want to save the change to sheet 3؟ هاي رسالة، وفيها أيضا معروض اثنين من الأزرار اللي هي Yes و No، والإيقونة اللي هي علامة الاستفهام، وكذلك شريط أو عنوان الناقدة اللي هو مايكروسوفت وورد. ماذا سنكتب من كود حتى تعرض لنا هذه الناقدة؟ سنكتب مسج بوكس بين علامتي اقتباس، سنكتب Do you want to save the change to sheet 3؟ هذا ستعرض في منتصف الشاشة. ثم بالنسبة للأزرار يس ونو يمثلها القيمة 4، زائدا الإيقونة علامة الاستفهام تمثلها 2 والقيمة 32. تركيز المؤشر موجود على الزر الأول، فما أما نكتب زائدا 0 أو هي اختيارية عدم كتابة الصفر تعني أنه استخدام للصفر. هنا عنوان الشريط اللي هو مايكروسوفت وورد يكتب بين علامتي الاقتباس. هذه أمثلة حول استخدام مسج بوكس ستيتمنت، وشكرا جزيلا لكم.